من العوامية قصة خاصة عن الرجل الذي تعرض لمحاولة اغتيال من الإرهابيين لكنه أبى مغادرة البلدة لحظة واحدة. واليوم حسن مهدي يشاهد بعينيه مشروع وسط العوامية كولادة جديدة لهذه البلدة بصورة خاصة وحصرية تكشف التاسع حجم المشروع وتفاؤل السكان به. عوض الفياض من هناك نتابع. الأرواح راحت. سالت دماء أبو محمد في حي شكر الله قبل شهور باستهدافه برصاص الإرهابيين، لكنه اليوم يقف منتصرا على ناصية مشروع وسط العوامية، وهو الحلم الذي تشبث به ومنعه من مغادرة بلدة العوامية في أحلك الظروف. أنا واثقين بأن الحكومة تقوم بوعدها، وبدأت الوعد حقها أن تقوم بها الحكومة ولحق الوظائف للبلد للشباب. هذا المشروع الذي دشن الأسبوع الماضي كان بمثابة ولادة جديدة لبلدة العوامية، حيث أصبح عنواناً للفرح والانعتاق من السنوات الماضية. شعرنا الكل بلاد مرتاحة بعد ما شافوا جهة الأمير، كل بلاد ارتاح من الشغلة هذه. أغلب الناس متفاعلين في المشروع اللي بتكون فيه الحكومة، ما راح تقصر. عودة المشاريع التنموية إلى العوامية وبزخم كبير كمشروع وسط العوامية دفع الكثير من المواطنين في هذه البلدة إلى التفاعل. تغير كل شيء هنا في العوامية. البلدة طوت صفحة التخريب والإرهاب. اليوم تنبض شوارع العوامية بقصص التنمية وسوق الوظائف والأعمال التجارية التي عادت بقوة. لا والله أنا أشوف ما شاء الله الأمور طيبة، بالذات بعد زيارة سمو الأمير إلى مدينة العوامية، وما شاء الله عليه صراحة على رحابة الصدر والإجابات اللي أو الكلام اللي تكلمه، طبعا ما شاء الله صراحة يعني يبشر بخير. يعني إذا كأول خطوة بدأوا ممتاز جدا والله، يعني أتوقع يعني احتمال المشروع يخلص في فترة وجيزة يعني. في نعم فيه الطرح، وحتى الطرح بالنسبة حق المحلات التجارية الموجودة هناك بدأ، واللي يبغى مثلا يساهم أو يبدأ يحجز من الآن والله. اليوم يراهن السكان في هذه الأحياء على تحول مشروع وسط العوامية إلى مستقبل يغير حياة الأجيال القادمة. عوض الفياض، NBC العوامية.